كورونا فيروس، وفيات وعلاجات مثيرة للجدل في العراق، في دائرة الخطر حلقة حق الرد على التصريحات النارية للدكتور ماجد العاني التي أثارت غضب الرأي العام العراقي بعدما كشف للعالم إن وفيات كورونا في العراق بسبب أخطاء علاجية تستخدم في المستشفيات الحكومية وأمام أنظار الجميع، غير قراءة الفيروس المصنع في مختبرات عالمية لقتل البشرية. هذا السيناريو فتح نافذة الحوار الحاد عبر اتهامات والتسقيط أثارت ردود أفعال قبل سيناريو التشكيك بما ذكره العاني وما تم عرضه في الحلقة الماضية. اليوم مناظرة علمية سوف تطيح بكبار وتكشف بالدليل العلمي القاطع ما خفي كان أعظم عن كورونا وضحايا الفيروس. الليلة في دائرة الخطر، وفيات كورونا وطرق العلاج مع الدكتور أحمد الرديني والدكتور ماجد العاني في مناظرة علمية لكشف الحقائق. وفيات وعلاجات مثيرة للجدل في العراق، في دائرة الخطر حلقة حق الرد على التصريحات النارية للدكتور ماجد العاني التي أثارت غضب الرأي العام العراقي بعدما كشف للعالم إن وفيات كورونا في العراق بسبب أخطاء علاجية تستخدم في المستشفيات الحكومية وأمام أنظار الجميع، غير قراءة الفيروس المصنع في مختبرات عالمية لقتل البشرية. هذا السيناريو فتح نافذة الحوار الحاد عبر اتهامات والتسقيط أثارت ردود أفعال قبل سيناريو التشكيك بما ذكره العاني وما تم عرضه في الحلقة الماضية. اليوم مناظرة علمية سوف تطيح بكبار وتكشف بالدليل العلمي القاطع ما خفي كان أعظم عن كورونا وضحايا الفيروس. الليلة في دائرة الخطر، وفيات كورونا وطرق العلاج مع الدكتور أحمد الرديني والدكتور ماجد العاني في مناظرة علمية لكشف الحقائق.